مشاهدينا، وصلنا دلوقتي للفقرة الاقتصادية الأسبوعية. طبعا لا شك أن عام 2017 هو عام جني ثمار الإصلاح الهيكلي والتشريعي لمنظومة الصادرات والواردات. هنتعرف أكتر على حركة الصادرات والواردات المصرية، وماذا بعد ارتفاع في أسعار الدول، وهل اتجهت مصر لتقليل الاستيراد في مقابل زيادة الصادرات لمحاولة التقليل من عجز الموازنة العامة للدولة. ده كله هنعرفه من ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، الأستاذ خالد إبراهيم الشافعي، الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بسعادتك والسادة المشاهدين في كل مكان. اهلا بحضرتك. كل سنه وهم طيبين. حضرتك طيب، صحه وسلامه. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نتكلم عن منظومه التصدير والاستيراد في مصر دلوقتي، الشكل العام عامل ازاي؟ الشكل العام دلوقتي بقى افضل عما كانت عليه قبل 2014. ازاي يعني بقى؟ اول ما تولى يعني كان العجز وصل في الميزان التجاري وصل ل 60 و70 مليار دولار. دلوقتي كام؟ دلوقتي وصل لحاجه و50 مليار دولار. في 2017 تم تقليل العجز في الميزان التجاري بنسبة 46% عما كان عليه في 2017. يعني الربع الأولاني من 2017 تم تقليل العجز بالمقارنة لعام 2016 بنسبة 46%. طب دي نسبة كويسة جدا. أعتقد نسبة كويسة على نهاية العام. أعتقد النسبة عشان احنا قللنا الاستيراد طبعا. عشان احنا يعني قللنا ورشدنا. تقليل مع ترشيد. مع ترشيد استهلاك. مع ترشيد الاستيراد. مع وضع مواصفات لكل المستوردين. يعني دلوقتي في قانون الاستيراد، حد من كل، مش اي حد يبقى مستورد. مش اي حد معاه مبلغ عاوز يستورد. ومش اي سلعة نستوردها. مش اي سلعة نستوردها. ومش اي حد يبقى له المكانة القدرة على الاستيراد. وشايفين دلوقتي كمان ان في دعاية للمنتج المصري، يعني غير الاول. زمان كنا بندور على المنتج المستورد فين ونروح له، حتى دلوقتي لو المنتج المستورد موجود وموجود زيه المصري بنتجه للمنتج المصري. طبعا عشان يعني افترض دلوقتي ان احنا بنطالب من خلال منبر حضرتك ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بان هي عملت وضع معايير للاستيراد وحد من قدرات الاستيرادية لصغار المستوردين، وابقت على كبار المستوردين، ورفعت رأس المال للشركات المستوردة، لابد ان تضع معايير جودة ومعايير للمنتج المصري، بحيث المنتج المصري قادر على المنافسة داخليا وخارجيا. أكيد. ويبقى له فرص تصديرية في الخارج، بحيث اقدر بان انا اسد عجز الميزان التجاري المزمن الموجود عندي. لو وزارة التجارة والصناعة قدرت عملت ده وعملت مواصفات قياسية، سواء منتج مصري بالتعاون بقى مع الوزارات المختصة، سواء بقى منتج صناعي، منتج زراعي، منتج خام، يعني كل ده لابد ان على وزارة التجارة والصناعة ان تضع معايير وتضع اهداف محددة ومواصفات قياسية للمنتج المصري، بحيث ان له ال 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 النفوذ داخل كافة الاسواق، سواء المصرية او العربية او الافريقية او الاوروبية. انا الاوان للمنتج المصري ان ينافس في الخارج كمان، ان ينافس وان يصعد الى منصات التتويج ويستلم الكؤوس والشهادات. فانا الان أن جميعا أن نلتف جميعا وراء هذا الهدف. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي الصناعة الوطنية قيمة واعتبارات هامة وولاية خاصة للوصول أن يكون المنتج المصري الجميع يفخر بصنع في مصر. أكيد إحنا من زمان كنا بنفخر بصنع في مصر، جت فترة بس يعني وتوقفت الصناعة المصرية وتوقفت بعض المصانع، فده اللي خلى إن الاستيراد يعني الناس كلها تدور على المنتج المستورد، بس لما الصناعة ترجع تنتعش مرة تانية المنتج المصري حقيقي بينافس المنتج المستورد. لابد إن إحنا نعمل ده بشكل يعني إعادة الصناعات اللي هي اندثرت، سواء الصناعات النسيجية. وكمان في مشكلة في الدعاية في مصر. هي مشكلة في الدعاية، ومشكلة في التسويق، ومشكلة في الفينش النهائي، ومشكلة أيوة. ان كل واحد بيشتغل على حسب الاهواء الشخصية بتاعته. صح. انا لو عندي المنتج ووزارة التجارة والصناعة الزمت كل المصانع الموجودة اللي لها تراخيص واللي هي تابعة تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة بوضع المعايير والاهداف المحددة في المنتج، اعتقد ان ده بيهد من يعني من الغش، وبيهد من منتج كتير ممكن يبقى فاسد او يعمل سمعة سيئة للمنتج المصري. سواء صناعيا سواء زراعيا. احنا الزراعة حجم السلع المستوردة الزراعية المصدرة زراعيا فاقت ال 12 مليار دولار. مصدرين عنب 2016 ب 2.2 مليار دولار. برضه ليه؟ لجودة المنتج المصري. لو احنا عملنا ده وزودنا
الزراعة بشكل ودائع. يعني احنا في لسه اراضي مستردة حوالي 1.9 مليون فدان بخلاف 1.5 مليون فدان اللي اعلن عنهم السيد الرئيس باستصلاحهم. كل دي اماكن متاحة للزراعة، اقدر من خلالها اخترق الاسواق الخارجية واخترق بالمنتج المصري بزيادة التصدير وبزيادة الكثافة التصديرية للمنتج، بحيث ان يعظم العائد من المنتج المصري. احنا عايزين كمان نكفي احتياجاتنا، لان احنا كنا في فترات بنستورد القمح، واحنا يعني ما اكبر دولة مستوردة في القمح، يعني فاحنا نكفي، عايزين نزرع ونكفي احتياجاتنا قبل كمان ما نفكر ان احنا نصدر للخارج. منظومة القمح يعني منظومة محتاجة يعني كثير من القمح. مصر من اجود الزراعات القمح في موجود فيها في السوق في الشرق الاوسط كله هو القمح المصري. بس مشكلة البيروقراطية والموظفين والتعقيدات ده لازم يتلغي، اللي هي بتعمل على اعجاز الفلاحين بتوريد المحصول بتاعهم. لان النهارده لسه محصول القمح لسه منتهي طوابير امام الشوان وامام على توريد القمح بتاع الخاص بالفلاحين. ازاي وانا عندي قمح ومش قادر، ما عنديش شوان كافيه وما عنديش امكانيات، وبيتشوان غلط كمان يعني بيحصل فيه مشاكل ويعني وبيبوظ، وان هو يعني معظمه بيترمي. مفيش تشوين دوبك لسه الامارات مديه مصر او في يعني قرض او مساعده من الامارات لمصر بعمل يعني شوان مبرمجه اليا لمعرفه الحجم الحقيقي للمخزون الشوان من القمح، مش يدوي لا كمبيوترايز. اعتقد ان ده كلها يعني اعتقد على العام القادم مصر سوف تستطيع ان تحصل على محصول القمح دون مشاكل اللي مرت بيها خلال السنتين اللي فاتوا، يعني مشاكل التخزين ومشاكل بقى الفاقد ومشاكل الهالك اللي موجود ومشاكل الطوابير المنتظره امام الشوان لتوريد القمح. دي كلها من العوامل التي تحد من توريد القمح بشكل منتظم وبشكل جيد وبشكل يحقق معايا نسبة اكتفاء ذاتي. اقدر اقول ان مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. مصر بتستورد قمح في حدود 2.6 مليار دولار قمح سنويا. اكبر دولة مستوردة على مستوى العالم في القمح هي مصر. لابد ان وزارة الزراعة تولي هذا الملف اهتمام كبير، وعليها ان تستنبط انواع واصناف عن طريق مركز البحوث الزراعية تستطيع ان يتم زراعتها في الاماكن المالحه او الاماكن القليله المطر، بحيث ان انا اقدر ان انا استغل المساحات اللي موجوده عندي وفي نفس الوقت استطيع اعمل اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي اللي هو مصر اكبر مستورد فيه على مستوى العالم. وبالتالي اقدر اوفر المبالغ المخصصه والمحوله للخارج من العمله الاجنبيه لاستيراد القمح. لو مصر قدرت تعمل ده بند واحد، اعتقد ان لو هي راعت شافت السلع اللي هي بتستوردها من دول العالم وحاولت تقلل منها وتعمل على زياده، نحاول ان احنا نصنعها في مصانع كتير جدا ما بتشتغلش، نشوف بقى ايه السلع اللي احنا محتاجينها ونستوردها او نزرع بالظبط. لان احنا مصر بتستورد ذره صفراء وقمح في حدود مبلغ 5 مليار سنويا. يعني ده الغريب جدا، لان احنا زمان كان عندنا يعني مصر ذره وقمح، يعني كنا يعني مشهورين بيهم. القمح المصري سله السلع الغذائيه لاوروبا. مصر تستطيع ان تعمل ذلك؟ نعم تستطيع بطرق الري الحديثه وبالامكانيات وفي ظل رؤيه زراعيه واضحه. اقدر من خلالها احقق طفره في الانتاج الزراعي واحط مواصفات للمنتج الزراعي ان لا يبقى فيه هرمونات ولا فيه مبيدات سامه ولا فيه ولا فيه ولا فيه، يبقى منتج صحي. ده يتحقق امتى بقى؟ لما ايه يحصل ده يتحقق؟ لما ايه يحصل؟ لما السيد الرئيس يعطي تعليمات مباشره للمسؤولين، لان هو السيد الرئيس الدوله ما اتحركش الا بناء على تعليمات السيد الرئيس. الدوله النهارده لما السيد الرئيس اعطى تعليمات للاراضي المنهوبه والاراضي المستولى عليها من قبل الافراد والشركات، اعتقد ان الدولة انتفضت عن نفسها وكل الاجهزة الرقابية انتفضت والاجهزة التنفيذية للحصول على الاراضي الخاصة بالدولة، وتقدر ب 1.9 مليون فدان بخلاف 69 مليون متر مربع في انحاء محافظات مصر. لو 69 مليون متر مربع لو ضربناهم سعر متر مربع 3000 جنيه او 2000 جنيه، ما يقارب من 400 وال 500 مليار جنيه، كلها اموال غير مستغلة، أموال مهدرة، أموال مستولى عليها من قبل أفراد ومن قبل الشركات،
كل دي حول الدولة. انتفضت امتى الدولة؟ لما الرئيس تدخل شخصيا واعطى اهتمام وتعليماته للاجهزه التنفيذيه باسترداد حقوق الدوله ورجاع هيبه الدوله كما كانت والعمل على ان تكون الدوله هي رقم واحد في مصر وهيبتها لابد ان تكون ولا يستطيع احد ان يغير من هيبه الدوله. طيب حضرتك شايف منظومه الاصلاح الهيكلي والتشريعي لمنظومه الصادرات والواردات في مصر ازاي؟ كون ان انا ان في الربع الاول من عام 2017 يقل العجز المزمن في الميزان التجاري لنسبه 46% فاعتقد انه ماشي في الاتجاه السليم بتاعه واعتقد ان احنا برضو نامل ان يزيد هذا التقليل من العجز الموجود في الميزان التجاري الى ان يتلاشى عن نهايه 2018 او في بدايه الربع الاولاني من 2018 يبقى ما عنديش عجز في الميزان التجاري. اعتقد لو مصر قدرت توصل لهذه النقطه هتوفر كتير في الميزان التجاري وتعمل على تحقيق تقليل من الاعتماد على العملات الأجنبية لأن هي في البداية والنهاية إذا قدرت توفري السلع الاستيرادية بشكل منتج مصري أو صناعة مصرية أو زراعة مصرية ويكون عندك الفائض في الميزان التجاري اعتقد كل دي بتبقى اجابات بتصب في صالة عمليات الاصلاح الاقتصادي الهيكله اللي تمت خلال 2016 و2017 بتؤيد ما قام به الرئيس من اصلاح الوضع الاقتصادي والناس تحملت كثيرا خلال الفترات الماضيه. انا لهم الاوان ان ينعموا بهذا النعيم النتائج امتى بقى هنشعر بالنعيم والنتائج المترتبه وامتى هنحس ان الاسعار هتبدا تنزل وان احنا نقدر نعيش بقى مره ثانيه؟ الناس تعيش وتحس ان هي مبسوطه يعني مرتب مكفي وقاعد اخر الشهر. قبل نهايه الربع الرابع من عام 2017 بعلنها من منبر حضرتك ان الدولار هينزل ل 10 جنيه ما بيتراوح بين 10 جنيه و 12 جنيه على 10 جنيه ده كتير برضه 10 جنيه كتير برضه من 18 جنيه يعني ده حد ادنى ما هو كان 5 ونص ما كان 7 جنيه كان 8 جنيه كان 18 جنيه ما هو انا النهارده بعمل عمليه اصلاحات هيكليه بعمل عمليه ان انا ما هو انا ده ما كانش من ضمن طلبات شروط صندوق النقد الدولي قد ما هو ان انا بعمل تحرير لسعر الصرف وبعمل توازن ما بين سعر الصرف وسعر الجنيه وسعر الدولار في السوق. ما المشكله ان الاسعار كلها بتعلى والمرتب بتاع المواطن زي ما هو ما بيتحركش من مكانه. هو الاسعار فالفلوس اللي كانت مش مكافيه زمان دلوقتي ما بتكفيش يومين. فالناس هتبدا تحس امتى بانتعاشه؟ الانتعاشه ان السيد الرئيس مولي اهتمام لها ملف الاسعار. مولي اهتمام للتعليمات مشدده للرقابه على الاسواق لان انا عندي الفترات الماضيه انا لما هو الاسعار ابتدت ارتفاع من امتى؟ اعتقد من نص 2016 لما الحكومه قالت اننا هنبتدي نعمل مشروع قانون القيمه المضافه. الناس بتستغل اي زيادات بسيطه في الاسعار او في الخدمات المقدمه من قبل الحكومه وبتعمل على زياده الاسعار بشكل عشوائي وبشكل لان هي عارفه ان مفيش رقابه دقيقه على الاسواق بشكل منتظم وبشكل يحقق الشفافيه ويحقق العقوبه الرادعه لاي محتكر للسلع واي من يتلاعب في الاسعار. النهارده لا غرف تجاريه شايفه الدور بتاعها بشكل جيد عشان تقدر تظبط المنظومه في تداول السلع في كل المحلات وكل النواحي ولا اتحاد الصناعات عمل يعني اسعار استرشاديه للمنتجات اللي طالعه من المصانع بحيث ان يكتب على العقوبات في النهايه سعر النهائي للمستهلك. ده كمان الصيدليات ده مشاكل الادويه اترفعت بشكل عشان القيمه المضافه وعلشان معامل التحويل لسعر الدولار ارتفع من 8 جنيه وصل ل 18 اكتر من الضعف. كل ديت مؤشرات خدت بالاسعار هي قرارات الارتفاع. يعني قرارات الدوله خدتها الحقيقه كانت لازم تتاخد لان هي كانت المفروض ان هي تتاخد من زمان ولو سنة. كانت اتاخدت من 30 سنه ما كناش وصلنا للحال ده. بس المواطن برضو تعبان المواطن لازم يعني الاقتصاد بقى ينتعش ويزيد لازم نحس فعلا ان البلد بتبتدي تقوم على رجلها. الاقتصاد ينتعش هو بينتعش فعلا احنا حاسين يعني في مصانع كتير بتتفتح وفي مشروعات كتير بالمجهود الجبار. الدوله كانت على شفا وما زالت في مافيا بتلعب في الاسواق يعني يعني المافيا في مافيا ما زالت بتلعب في الاسواق. ما هو مين بيحتكر السوق؟ مين اللي كان بيحترق السلع بيحتكر السلع الاساسيه عشان يعمل فرق سعر عشان يوصل لاسعار معينه عشان يعمل فرق سعر يحقق بيه مكاسب والدوله بعيده عنه.
سواء السكر سواء الزيت سواء الأرز سواء السلع الأساسية اللي بتهم المواطن البسيط، هو ده اللي بتلعب في الأسعار علشان أقدر أخلق نوع من حالة البلبلة. ما هي مصر محاصرة اقتصاديا، مصر بتحارب اقتصاديا، مصر محدش راضي أو قابل ان مصر تنعم بالاستقرار، تنعم بالاصلاح السياسي، وكل ما نحس ان احنا بننتعش اقتصاديا تحصل مشكله ما تخلينا نرجع تاني نحس ان في قلق وفي يعني مشاكل. لازم المواطن في اعداء فعلا للنجاح وعي ده ومدرك لكم المشاكل اللي هم بتتعرض لها الاقتصاد المصري سواء من الداخل او من الخارج، سواء بطريقه الخناق على عمليه الاصلاح الاقتصادي حتى لا تتم بصوره بشكل ان يكون المواطن راضي عنها. انما في كل هذه المشاكل وفي كل هذا الضغوط التي تقابل عمليه الاصلاح الاقتصادي، مصر مرضيه في الطريق، مصر يعني قادره أن المواطن ينعم بعملية جني الإصلاح الاقتصادي اللي تمت خلال الفترات الماضية، أن يستفيق وأن يستريح من عناء الذي عانى منه الأمرين خلال الفترات الماضية. إحنا فعلا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا شفنا افتتاح للطرق والكباري ومشروعات ومصانع ومشروعات كتير جدا، أكيد المشروعات دي وأكيد مش هنحس بنتيجتها يعني في وقتها، اكيد بنحتاج وقت لحد لما المصنع يبتدي ان هو نحس بالمردود ده على الشارع المصري ونحس بالمردود ده على الاقتصاد. كل المشروعات البنيه التحتيه اللي تمت خلال الفتره الماضيه هي بتتعمل للان وللاجيال القادمه. هو دي ميزه في المشروعات العملاقه اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها. هو ما بيفتحش مشروع او بنيه تحتيه لشبكه الطرق، ما لا يوجد استثمار حقيقي بدون شبكه الطرق تؤهله لمزيد من الاستثمارات ومزيد من المصانع ومزيد من عشان ازود معدل النمو. لو ما عنديش شبكه طرق يبقى انا ما عنديش استثمار. أكيد. لو ما عنديش امن ما عنديش استثمار. لو ما عنديش المستثمر يجد المرونه في كل القوانين الاقتصاديه اللي موجوده اللي تحقق له الذات بتاعته وتحقق له الامان بتاعه، سواء امان اقتصادي او امان استرجاع الفلوس اللي هو مستثمر فيها او الامان بتاعه في النواحي الامنيه، اعتقد ان المستثمر مش هيجي مصر ومش هيستثمر في مصر. أكيد. ومش هيبقى فيه مشروعات عملاقه ولا مشروعات جاذبه لكل. احنا النهارده السيد الرئيس في الزياره لألمانيا بالمناسبه قريبا، ده بناء على دعوة ميركل المستشارة الألمانية، في بعض الدول رؤوس الدول الأفريقية موجودين في هذا المنتدى. هيتم عرض الرؤية المصرية لأفريقيا، الرؤية المصرية لمحور قناة السويس، الرؤية المصرية صاحب مع وزير الاستثمار، وزير التجارة، وزير الخارجية، كل ده بلورة وعرض جيد للمجهود اللي تم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا من منذ تولي الرئيس السيسي. نعم. اكيد ده بلوره للثلاث سنين لجهده خلال الثلاث سنين في توليه للرئاسه. ان هي تبقى من ضمن مصر بوابه افريقيا، مصر عليها ان يعني كل الدول التي تريد ان تستثمر في افريقيا لابد من طريق مصر، هو مصر هي مفتاح افريقيا. مصر النهارده يعني في المؤتمر هيتم عرض الرؤيه الوضع الاقتصادي في مصر وعرضه على كل الشركات الالمانيه للمساهمه والمشاركه في حجم الاستثمارات او في المشروعات الواعده في محور قناه السويس. كل دي خطوات ايجابيه بيتم من خلالها ابراز القدرات للاقتصاد المصري سواء في اوروبا سواء للاقتصاد العالمي. كل دي خطوات ايجابيه وجاده كانت مصر لا كانت مصر ما كانتش تنعم بيها لولا وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اخر ثلاث سنين اكيد تم فيهم كتير من القرارات الاقتصاديه اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهم القرارات اللي اتخذت خلال الثلاث سنين كانت ايه؟ هو اهم هذه القرارات وعمليه الاصلاح الاقتصادي وعمليه ان بدر المشاكل المتعلقه بالاصلاح الاقتصادي، المنظومه الاقتصاديه اصلاحا يحقق التوازن الان وللاجيال القادمه، لكي يذكروا ان يعني الفتره اللي يقضيها في حكم مصر لا ساب الكثير والكثير مما عمله من اجل مصر لانه عاشق لهذا الوطن. ونحن جميعا عاشقين لهذا الوطن. مصر تستحق منا كثير. أكيد. وستستحق منا التضحيات بكل ما اوتينا من الرئيس ومننا جميعا ومن خلال منبر حضرتك. أكيد. بدعو الجميع الى العمل ثم العمل حق ثم مصر العمل. علينا كلنا فعلا كلنا ان احنا علينا نشتغل احنا اللي هنبني مصر. قوام الشباب فيها حوالي 60% من قوه المجتمع، من قوه السكانيه في المجتمع 60% منهم شباب، طاقات متجددة لابد أن يتم استغلالها. محتاجة توجيه بس.
محتاجه توجيه ومحتاجه دعم ومحتاجه حد يوجهها توجيه امثل، حد يبقى مساند معاها، حد يبقى داعم ليها، حد، لان الشباب هم اللي هيبنوا مصر ليهم ولاجيالهم القادمه. أكيد. أستاذ خالد إبراهيم الشافعي الخبير الاقتصادي شرفتنا ونورتنا النهارده. شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أنتم صحة وسلامة. شكرا ليك. مشاهدينا خلصت فقرتنا ولسه مكملين معاكم باقي برنامجنا، نهارك سعيد.